بشير الجميل بنى جمهورية لحظة انتخابه واليوم ينعى جمهوريته. نقاتي تلقيت رسالة من عون مفادها مشمش الحال. نصر الله مستعد لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية. انهيار جزء جديد من الإهراءات. أهلا بكم. في مثل هذا اليوم منذ 40 عاماً انتخب بشير الجميل رئيساً للجمهورية. 23 آب 1982 بشير بنى جمهورية لحظة انتخابه. 23 آب 2022 لبنان ينعى جمهوريته والآسفون قاتلوه. 23 آب 1982 كان الشعار كلنا للوطن. 23 آب 2022 صار الشعار كلنا للوثن. 23 آب 1982 كانت مبارزة لقيام الدولة. 23 آب 2022 صارت مبازرة لسقوط الدولة. 23 آب 1982 حرر لبنان، واليوم لبنان الكبير في سجن انفرادي صغير. بشير الجميل صانع الحلم الكبير. في السياسة من غير المعروف ما إذا كان اللقاء المرتقب في قصر بعبدة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف ما زال قائما بعد السجال المتجدد بين رئيس التيار جبران باسيل والرئيس نجيب ميقاتي. حتى في حال حصوله فهو سيكون رقما يضاف إلى الاجتماعين السابقين لتحفظ ميقاتي على مقترح عون بتطعيم الحكومة بحالتها الحاضرة بستة وزراء سياسيين، بما يجعلها بمفهوم عون مؤهلة لتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية في حال الشغور. الرئيس المكلف لفت إلى أن رئيس الجمهورية كان مرناً ومنفتحاً في اللقاء الأخير بينهما على تعديل التشكيلة، ولم يمانع في تسمية وزير يمثل عكار، وقال للجديد أنه في حال الاجتماع تم طرح الأسماء المنوي تغييرها بينها الوزيران وليد فياض وأمين سلام، ووعد في حينه بأنه سيعطي رده بعد 24 ساعة، لكنه سأل من سيسمي الوزراء الخاضعين للتعديل. وتابع ميقاتي: تفاجأت في اليوم التالي من الاجتماع مع رئيس الجمهورية بإفادة المدير العام للرئاسة أنطوان شقير حاملا رسالة مفادها مش ماشي الحال. ملف الترسيم تابع وجديده بيان لنائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، كشف فيه أن اتصالا مطولا حصل بعد ظهر أمس بينه وبين الوسيط الأمريكي أموس هوكستين، الذي أطلع بوصعب على ما توصلت إليه الاتصالات التي أجراها مع المسؤولين الإسرائيليين. وجرى التأكيد أن ما يتم تداوله في بعض الوسائل الإعلام الإسرائيلية والدولية واللبنانية هو من باب التكهنات وغير مبني على أي معطيات أو مواقف رسمية. بوصعب شدد على ضرورة العمل ضمن المهل المقبولة لما فيه مصلحة التفاوض، وختم البيان أنه علينا ألا نبالغ بالإيجابية كما بالسلبية كون اتصالات هوكستين لم تنتهي بعد، ولا سيما أن لبنان يفاوض من موقع قوة محصن بوحدة الموقف الرسمي. الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أكد البقاء كجزء من محور المقاومة ولم يمانع مناقشة الاستراتيجية الدفاعية. نعلن استعدادنا الدائم لمناقشة أي استراتيجية دفاعية وطنية والاتفاق عليها. أبدا ولا يوم هربنا من هذا الاستحقاق، نحن جاهزين. ويأتي النقطة الأخيرة في هذا الموضوع، الاستحقاق الداهم وهو ما ينتظرنا خلال الأيام المتبقية القليلة، اللي هو موضوع النفط والغاز وترسيم الحدود البحرية. فلننتظر
وخلينا رايقين، ولا على طول عم نسمع تهديدات، واخر واحد كان عم بيهدد جانتس. هاي التهديدات كلها بالنسبه لنا ما لها قيمه، نحن قرارنا واضح، خطابنا واضح، وتوجهنا واضح، وننتظر الايام القليله المقبله ليبنى على الشيء مقتضى. رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أشار إلى وجوب حساب مفتوح مع إسرائيل، مؤكداً أن الحزب يراهن على الاستثمار السيادي للغاز ومصر على انتزاع هذا الحق ولو بالقوة. نتابع النشرة وفيها بعد الفاصل. هل يستمر إضراب القضاة؟ انهار جزء جديد من إهراءات مرفأ بيروت صباح اليوم، حيث تصاعد الدخان بالتزامن مع استمرار اندلاع النيران. في السياسة المالية، عاد الدولار الجمركي إلى المربع الأول في ضوء رمي كرته من رئيس الحكومة إلى وزير المال وحاكم مصرف لبنان ومنهما إلى مجلس النواب ليصدر قانون. والنتيجة الدولار الجمركي مؤجل. الهيئة الاقتصادية كانت قد اجتمعت برئيس الحكومة وتمنت عليه خفض السعر إلى النصف حسب ما أعلن رئيسها محمد شقير. موقفنا نحن من الدولار الجمركي ما تغير، موقفنا بعده هو مثل ما كان من 8 شهور بعد اليوم. نحن اقترحنا ببداية الحكومة أن الدولار الجمركي يكون 8000 ليرة، من 8000 ل 10000 ماكسيموم، واليوم الموقف هو ذاته. مع العلم كان عندنا ملاحظات مثل مثلا السيارات، ما بنقدر نزيد على كل السيارات نحط دولار جمركي من 8000 ل 10000. في سيارة اليوم الطبقة الفقيرة، سيارة المستعملة بتاعت 5000 و7000، السيارة الجديدة اللي حقها 10000، هاي مفروض تضل على جمرك واطي. والسيارات اليوم بالمية 200000 بنقدر نحط عليهم جمرك عادي. على كل حال هلا مثل ما سمعنا اليوم انه بدها تروح على مجلس النواب يتاخد فيها قانون بمجلس النواب، جريمة ابقاء الدولار الجمركي على 1500. يعني شايفين اليوم انه كل مؤسسات الدولة معطلة، ما ممكن الدولة تكمل على 1500، وما ممكن كمان انه ما نقدر نأمن معاشات الموظفين قطاع العام. 20000 اليوم ضربة واحدة كتير كبيرة بتوجع، وبتوجع الطبقة بصراحة الفقيرة، ومنعرف وضع العالم. نحن نتمنى اليوم يكون 10000 هيدا سقفه، ومن ثم منشوف شو بنعمل. نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني البحصلي تحدث لصوت لبنان. احنا كمان اسوة بالهيئات الاقتصادية ما منلاقي ان ارتفاع الدولار من 1500 الى 20000 شيء منطقي بوضع اقتصادي مترنح، لانه صراحة الدولة اللبنانية مشان تقدر تفوت مداخيل للدولة اللي هو طبعا طلب محق لدفع الرواتب، عم بتصيب غمق جيبة المواطن يلي هي فاضي اصلا، بدل ما تفتش على مصادر تانية يمكن اصعب المنال مشان الدولة، لكن ما بتطال هالطبقات كلها. ومثل ما قلنا كمان ببيانات سابقة، نحن يعني ارتفاع سعر الصرف، ارتفاع الدولار الجمركي الى مستوى عالي، اولا سوف يؤدي الى انكماش اكثر بالاقتصاد، يعني الدولة ما حتقدر تحصل المداخيل بالمستوى اللي هي عم تطلبها، لانه حيصير في انكماش، وطبعا بحدود مشرعه حيكون في اكثر تهريب ضريبي. الحمايه الجمركيه للصناعه منا مضبوطه 100%. يمكن هلا مش وقت نعمل ورشه اصلاحيه كبيره بالجمارك، لكن نحن دعوتنا الى اعفاء عده اصناف، ونحن قدمنا لوائح لدوله الرئيس وقدمنا لوائح لمعالي وزير الاقتصاد حتى نقدر نخفف على المواطن.
في غضون ذلك تمنى نائب رئيس مجلس الوزراء سعد الشامي أن يقر قانون الكابيتال كنترول في أقرب وقت ممكن، ورأى وجوب وضع ضوابط على الودائع من خلال اعتماد قيود موحدة ومتناسقة على السحوبات، وعدم وضع أي قيود على التحويل أو السحوبات من الأموال الجديدة المتأتية من تدفقات العملات الأجنبية والتي أتت بعد اندلاع الأزمة أو من الأموال الموجودة خارج القطاع المصرفي. تعقد قبل ظهر اليوم جمعية عمومية للقضاة في قصر العدل في بيروت بدعوة من مجلس القضاء الأعلى، وذلك لمناقشة ما آل إليه موضوع الإضراب الذي ينفذه عدد كبير من القضاة منذ مطلع الأسبوع الفائت. إلى ذلك أعلن مكتب مجلس شورى الدولة أن استقلال السلطة القضائية إزاء السلطتين التشريعية والتنفيذية غدا أمرا واجبا، والتحقق لأنه يشكل علامة لانتماء المجتمع الديمقراطي والدولة للقانون، ودعا إلى الكف عن التعرض للمجلس وتركه يعمل بصمت، مطالبا التدخل سريعا لإعادة التوازن إلى رواتب القضاة. حياتيا، جدول جديد لأسعار المحروقات اليوم حسب ما أعلن ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة لصوت لبنان. جدول أسعار اليوم راح يكون بالجدول في تعديل، لأنه منصة صيرفة ارتفعت من 26,900 ل 27,100، وبعده مصرف لبنان صيرفة بيأمن مبلغ 55% على المحروقات و 45% عم بيأمنوها المحطات والموزعين لشركات المستوردة. راح يكون في تعديل بالجدول. نحن همنا الأول والأخير أنه البضاعة تكون متوفرة. نحن عملنا عدة اتصالات مع أصحاب الشركات، في شركات مشكورة عم بتنزل بضاعة بالسوق، في شركات عم بتنزل بكميات خفيفة أو ما عم بينزلوا. نحن الاتصالات اللي عم نقوم فيها وهمنا الأول والأخير تكون المادة مأمنة. والآن أخبار محلية أخرى في هذا الشريط. دعا لقاء سيدة الجبل إلى انتخاب رئيس يعمل على رفع الاحتلال الإيراني بالتزام الثلاثية الذهبية الوحيدة، وهي نهائية الكيان وعروبة لبنان وعيشه المشترك، وإلا فهو رئيس يخدم مشروع حزب الله ويرسخ الاحتلال الإيراني على لبنان. أعلن عضو اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ تأجيل جلسات اللجان اليوم في مجلس النواب بسبب انقطاع الكهرباء وعدم توفر المازوت لتشغيل المولد، وقال في تغريدة له: شكرا جبران. أعلنت قيادة الجيش تأجيل مهمة البحث عن المركب الغارق قبال مدينة طرابلس بسبب ارتفاع موج البحر أمس، ما قد يهدد سلامة الغواصة مع طاقمها. سجلت وزارة الصحة في تقريرها اليومي 4 وفيات بكورونا مع 980 إصابة جديدة، ما رفع العدد الإجمالي للحالات إلى 1,204,727 إصابة. تربوياً، رفضت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي ما تفرضه مفوضية اللاجئين من دمج الطلاب السوريين بدوام قبل الظهر مع الطلاب اللبنانيين، وقالت إنه تعد على سيادة لبنان التربوية، وفيه من الاستكبار ما سيقلب كوادر القطاع التربوي بأكمله على كل من يحاول أن يرمي قطاعنا التعليمي بالضربة القاضية مقابل حفنة من المال. النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. واشنطن قلقة من الهجمات على شمال سوريا. أهلا بكم من جديد. أبدت الخارجية الأمريكية القلق من الهجمات الأخيرة على طول الحدود الشمالية لسوريا، وقالت سنبقى ملتزمين بضمان دحر داعش وتأمين حل سياسي للنزاع السوري، داعية الأطراف كافة إلى الحفاظ على خطوط وقف النار.
أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إجراء عدد من الاستشارات الداخلية والخارجية بشأن صفقة النووي، وقال أن ننظر إلى برنامج طهران النووي باعتباره تحديا للأمن القومي، ونعمل بأسرع ما يمكننا لتقديم رد مناسب على المقترحات الإيرانية، وأضاف أن على إيران الامتثال لالتزاماتها الدولية. على خط الأزمة الأوكرانية، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي أن لدى الاستخبارات الأمريكية معلومات تفيد بأن روسيا تستعد لتوجيه ضربات إلى البنية التحتية الأوكرانية في الأيام المقبلة. ومن أخبارنا العامة أيضا، أكدت رئيسة تايوان أن تايبي ستواصل العمل مع الولايات المتحدة لتعزيز دفاعاتها، وقالت أن قفوف الخط الأمامي للتوسع الاستبدادي الجاري، وسنواصل تعزيز استقلالنا الدفاعي. والآن إلى صفحة رياضية مع رومان طنوس. بداية أخبارنا الرياضية بخبر على مواقع التواصل الاجتماعي ومحبي كرة السلة اللبنانية، تقارير تؤكد توقيع نادي هوبس مع الصربي ماركو فيليبوفيتش ليكون مدرب للفريق الأول بالنادي. أما ببطولة آسيا لكرة السلة تحت 18 سنة لتقام على الأراضي الإيرانية، خسر منتخب لبنان أمام اليابان بنتيجة 84-63 وبفارق 21 نقطة. إلى ذلك، أفادت بعض الأوساط أنه نادي الحكمة حسم صفقة لاعب نادي الصفاء والنجمة السابق عمر الكردي. كما أعلن الحارس حسن أيوب عبر حسابه على فيسبوك التوقيع رسميا مع نادي الأنصار. ومننتقل للدوري المصري بكرة القدم، تعادل فريق الجيش مع سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-1، وبمباراة أخرى فاز غزل المحلة على مصر المقاصة بنتيجة 1-0. أما بالدوري القطري بكرة القدم، حقق فريق الدحيل الفوز على المرخية بنتيجة 1-0. وننتقل أخيرا إلى الأحوال الجوية. الجو اليوم مشمس بصورة كلية والحرارة 30 أقصاها، ريح جنوبية غربية بسرعة بتتراوح من 15 ل 25 كيلومتر بالساعة، ونسبة الرطوبة 66%. بكرة الجو كمان مشمس مع استقرار بدرجات الحرارة يلي بتتراوح بين 26 و30 درجة. نوصل للخميس بحيث رح نشهد ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة لل 31 أقصاها و 27 أدناها. الجمعة أيضا الحرارة بتسجل 31 كحد أقصى و 27 كحد أدنى. بداية الويكند السبت رح تكون مشمسة مع درجات حرارة بتتراوح بين 27 وال 31 درجة. النشرة انتهت، تابعونا عبر موقعنا vdl.me ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا Voice of Lebanon 100.5 وعلى الابليكيشن. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.